أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نلتقي في فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام، قطاع الفلاحة من بين أهم القطاعات التي تركز عليها الجزائر في الآونة الأخيرة، لما لها من دور هام في التنمية الاقتصادية والحركية الاقتصادية والذهاب بعيدا عن الريع البترولي أو الاعتماد عن المحروقات كمصدر أساسي للدخل الوطني، ناهيك على كونها تأتي للتنمية الوطنية المحلية. الاستثمار في الفلاحة واعد بحجم الاستثمارات أو بحجم المؤهلات المادية والبشرية التي تمتلكها الجزائر. نحن في بلد قارة، وليس من الطبيعي وليس من المعقول أننا هذا القطاع لا يمكن النهوض به، وأن تكون أسعارنا مرتفعة، وأن تكون نذرة في المواد الفلاحية، وأن يكون هناك عزوف عن الاستثمار في الفلاحة، سواء من رجال المال والأعمال أو حتى من المؤسسات المختصة أو حتى من الكفاءات التي تخرجها الجزائر كل سنة معاهد فلاحية ومرافقة للبنوك لقطاع الفلاحة. ولكن ربما هذه السنوات الأخيرة في حقيقة تفاؤل من خلال النتائج التي أظهرت للميدان من خلال تتمين هذا القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو كذلك الآليات، لأنه آليات الفلاحة مهمة، سواء في الرقمنة، سواء في الإحصاء، سواء في الدعم، وكذلك مرافقة البنوك، هذه نقطة أساسية. مشاهدينا الكرام، الكل يتحدث عن دور الفلاحة كرافد اقتصادي، والكل كذلك يتساءل لماذا نجد هناك نذرة في بعض المواد. في مقابل آخر نتساءل لماذا هناك فائض، حتى بعض الأحيان ترمى بعض المواد الفلاحية. من جهة أخرى، كيف يختلف السعر من خلال الفلاح أو المنتج والمستهلك؟ هذه الحلقات المتسلسلة والتي ربما تنقطع في جزء من الجزئيات. هنا يتساءل المواطن لماذا تشهد بعض المواد الفلاحية ارتفاعا في الأسعار. نتحدث عن شعبة اللحوم البيضاء التي لا تعرف الاستقرار رغم كل الإمكانيات التي وفرتها الدولة. وأخيرا ومؤخرا تم اعتماد بعض الآليات والوسائل، منها كذلك تحديد سعر الصوص للحوم البيضاء، استيراد اللحوم الحمراء، كذلك التشجيع للاستثمار على في اللحوم الحمراء التي تعرف ارتفاعا في الأسعار، رغم أنه فيه كذلك قوة كبرى اقتصادية تمكن الجزائر بالنهوض من هذا القطاع على المساحة الشاسعة. نتحدث عن الاستثمار في الجنوب، وهذه اللحظات يعقد في هذا اليوم في هذا الصباح ملتقى استثمار في الجنوب في أضرار هذه المدينة وهذه المساحة الكبيرة من الجزائر العميقة، الجزائر الغالية على قلوبنا، يمكن أن تكون رئة الاقتصاد الوطني كما هو في بعض الدول الجوار الدول العربية. إذن كيف يمكن أن نتحدث عن قطاع فلاحي منتج ومربح وكذلك مفيد للمواطن في توفير المواد وكذلك في الأسعار؟ هذه الجدلية التي طال الحديث عنها، ولكن نفتح كذلك اليوم نافذة من خلالها لمناقشة هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، لا يمكن أن نستغني عن الحاج جعلالي وهو مدير أو رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عندفلاء. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، نهارك مبروك سيدي الفضل، ويوم مبارك على كل الشعب الجزائري والمشاهدين والفلاحين اللي راهم في الحقول نتاعهم. نشكرك على تلبيه الدعوه. قبل ما نتكلموا على هذا الموضوع، لابد ان نهنئكم ونهنئ القطاع الفلاحي بتاسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين اللي كانت الذكرى نتاعو 49 وانطلقت من عينتي مشنت. هل لك كلمه في الموضوع؟ نعم، بالك اولا شكرا سيدي الفاضل، وتحيه إلى هذه القناة الكريمة اللي كل المناسبات واقفة مع القطاع الفلاحي ومع الفلاحين. ما يخفاش عليكم باللي كانت في 26 نوفمبر 1974 تحت قيادة الرئيس الراحل هواري بومدر رحمة الله عليه وبعض الإخوة الرفقاء نتوعو، اللي كانت أسس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اللي كان كهو كهيئة اللي اندارت هذاك الوقت لمرافقة التحولات السياسية اللي جات في ذاك الوقت، الثورة الزراعية، مع الثورة الزراعية لمرافقة الفلاح، وعطاو له المنبر، إنشاء المنبر نتاعو اللي يكون هو الصوت المعبر نتاعو كتنظيم فئة الفلاحين في هذاك المرحله. مازلنا احنا على هذا العهد ان شاء الله. هذ الناس اللي راهم لقاو رب العالمين وداروا لنا اللبنه وحطوا لنا بعض الاسس، اليوم احنا كل عام
في 26 اولا نديروا الذكرى تاع تاسيس الاتحاد، وفي نفس الوقت دائما نترحموا على هذا المرحوم الرئيس الراحل هو ريبو مدين اللي هو ابن الشعب وابن الفلاحين وخرج من الريف يعني ودار كل ما في وسعه في الحياه السياسيه نتاعو انه باش يطلع القيمة المعيشية نتاع المواطن. هذا الاتحاد هذا في 75 ما موقع الاتحاد اليوم؟ أنا جايك أنا جايك تكلم عليهم في هذه السنة سيدي الفاضل كان الاحتفال الرسمي في عين تيموشنت عند إخواننا في الغرب الجزائري، ولكن في كل الولايات الوطن قاموا بكل ولاية دارت الذكرى نتاعها، ولكن اليوم أنا رايح لك المعطيات اللي تغيرت في هذه المناسبة سيدي الفاضل. ما هي؟ نعم يعني اتحاد المنظمة تاع الفلاحين تأسست في 74 يعني في ظل نظام سياسي معين، نظام اقتصادي معين، يعني نظام وضع دولي معين، يعني هذاك الوقت هذا المنظمة اللي قلت لك انشأها المرحوم الراحل الرئيس الراحل هو ريبو مدين لعبت الدور تاعها في هذاك الوقت. اليوم سيدي الفاضل فنحن ملزمون بحكم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوضع الدولي الاقتصادي والجيوسياسي الحالي، نحن ملزمين بتغيير العقلية وطريقة العمل الميداني وحتى احنا انفسنا. استاذ نخرج من الادبية نتكلموا في الواقع. راني جاي. اسمحني يا استاذ الجعلالي، واش مد هذا الاتحاد للفلاحين حاليا؟ راني جايك. هذا الاتحاد كان هو لسان الحال، قلت لك كان تنظيم جماهيري. ايوه. ولكن اليوم سيدي الفاضل عيب علينا يبقى تنظيم جماهيري. لا يا سيدي، اليوم انا عندما نتكلم هنا راني رايح لمربط الفرس. هو السيد رئيس الجمهوريه في 4 جوان على ما اظن عندما كانت اليوم الوطني للصحافه الجزائريه كان عرج واعطى اشارات جد قويه لهذا التنظيم، وين يقول ومره لا تشفى في مجلس الوزراء يقول القطاع الفلاحي يخرج من القطاع من النمط الاجتماعي اللي كان فيه، يخرج الى الوضع الاقتصادي ويلعب الدور تاعو في الاقتصاد اللي هو اليوم هذا الموضوع راك راح تروح ليه. عندما السيد رئيس الجمهوريه يروح يدز زوج حوايج، نهار اللي كان مع اخواننا الصحفيين في العيد الوطني نتاعهم يقول زوج كلمات للاسف الشديد ما صرح حتى تحرك وتفاعل مع قرار مع توجيهات السيد الرئيس، يقول باللي هذا التنظيم اليوم راهم فيه عناصر لا علاقه لهم بالقطاع الفلاحي. هذا الاول السيد رئيس الجمهوريه يقولها، يقول هذا التنظيم لازم يكون تنظيم نقابي باش هذا النقابة تعطي اليوم اقتراحات للسلطات العمومية باش تساعد السلطة العمومية لحل المشاكل تاع القطاع وحل المشاكل الاقتصادية وحل مشاكل الفلاحين. اليوم هل هذا التنظيم راه يقوم؟ لا، أنا بالنسبة لي ما قمناش بعملية التنظيف الداخلي ونشوفوا العناصر اللي راهي اندست في القطاع وراهي تخدم في المصالح الشخصية نتاعها باسم المنظمة اللي السيد رئيس الجمهورية عندما يتكلم على ناس ما هوش يتكلم عن هواء. نرجعوا للواقع. استاذ اسمح لي. نعم. واحد يسأل واحد. نعم. لو كان يسأل واحد خارج الجزائر. نعم. يسأل استاذ جعلالي يقول له ما موقع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، كيف تجاوبوا؟ انا نقول لك باللي القطاع الفلاحي وحد الوقت كانوا اخوه يغلطوا فينا نظريه اقتصاديه غالطه، كانوا يقولوا لنا كولوباتي من فاتوفا، عندما يمشي القطاع البناء كل شيء يمشي، غلط سيدي، عندما يمشي القطاع الفلاحي كل شيء يمشي مور القطاع الفلاحي. صحيح. والتجربه ثبتت، واليوم القطاع الفلاحي يعني لكن اللي نديروا الندوة نديروا تحليل، القطاع الوحيد اللي عندما يكون فيه خلل للشعب الجزائري يحسلو، والقطاع الوحيد في الجزائر كي يكون مليح الشعب الجزائري يحسلو. والتحليل تاعك سيدي الفاضل درك كي كنت تتكلم انت قلت ما موقعنا، ما هي الرؤية نتاعنا عندما تكون الندرة، وما هي الندرة نتاعنا عندما يكون انتاج فائض، يعني الندرة ينظر المواطن اللي ما يشربش باش يشري والغلاء، عندما تكون انتاج فائض ينظر الفلاح ويصبح هو المدخول نتاعو. اذا القطاع الوحيد راني نقول لك في الجزائر والا في المعموره اللي عندما يتحرك ويكون مليح يعود بالفائده للمجتمع، وعندما يكون مريض الشعب موراه يمرض والامه تمرض موراه. اذا اليوم انا نقول الدور تاع القطاع الفلاحي مكاش اللي بلغ، نعاودوا نولوا للوراء سيدي الفاضل، والسيد رئيس الجمهوريه الشهاده نتاعو واخواننا مسؤولين كبار جزاهم نهار اللي ناضت الكورونا في الجزائر ما عرفنا القيمه نتاع القطاع الفلاحي، الوقفه اللي وقفها مع الجزائر يعني والشعب الجزائري، صبرنا للوباء تاع الله تبارك وتعالى ودخلت الدوله بالآلية
الكليات الطبية، ولكن ذاك اليوم كانوا ثلاث عناصر، كانوا إخواننا تاع القطاع الطبي، كان الجيش الوطني الشعبي بالمكونات تاعو، وكان القطاع الفلاحي اللي ضمن الغذاء للجزائريين. التدخلات تاع القطاع الفلاحي في جميع نكبات الجزائر وفي جميع العثرات، ولكن اليوم كل هذا الشيء أنا نقول بلي مازالت لنا خدمة كبيرة، لأنه الإمكانيات اللي تزخر بها الجزائر والمؤهلات اللي راهي عندنا تخصنا حاجة واحدة، لا بد من استعمال المؤهلات والإمكانيات اللي درناها عطاها من الله تبارك وتعالى. وانت كنت قلت الجزائر درك قارة، لا بد من استعمال هذه الوسائل، هذه الخيرات الطبيعية اللي عطاها من الله تبارك وتعالى بطريقة جد علمية راسيوناليزي كيف يقولها باللغة العربية، يعني تكون مدروسة. وعندما نحطوا مشروع ما نروحوش نحطوا مشروع سيدي الفاضل ونقولوا نديروا الطا الحاجه الفلانيه وما نوفروا لهاش الاليات تاع النجاح. استاذ بارك الله فيك. بارك فيك. نتكلم عدنا عن المقاطعه. نعم. يعني في وقت من الاوقات يعني نهايه قريب الامطار ست شهور ولا سبعه لم تسقط. نعم. والحمد لله مؤخرا فيه امطار وفيه خيط كبير مؤشرات مليحه. كيف تقيمون هذا التساقط المطري في عمليه الحرث والبذر؟ اين وصلت الامور؟ صحيت خويا، قبل ما نروح لك الحرث والبذر فكرتني حاجه، ربي يفكرك بالشهاده. امين. رغم التحولات المناخيه سيدي الفاضل، اي نديروا غير نظره واحده، الموسم اللي فات رانا فتناه موسم جفاف باعلان الدوله الجزائريه تضرروا الفلاحين، ولكن اليوم هذا الموسم اللي فوتناه مر، ولكن الفلاحين بالتعاون مع كثر خير اللي يقول لك اللي ما يذكرش فضل الرجال ما يذكرش فضل الله تبارك وتعالى. قطاعات عاونونا في الفلاحه، في الري السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات أنه يعطونا المياه لإنقاذ المواد الاستراتيجية. فلاحين وجدنا البطاطا نتاعنا كاينة، والطماطم الصناعية أنقذناها، وأنقذنا في الحبوب واش أنقذنا اللي اليوم راهي قدام الجزائريين. اليوم فخرجنا من موسم تاع جفاف، ولكن على الأقل المال اللي حصلنا عليه وسقينا البذور ضحينا بالمنتوج اللي كان موجه للاستهلاك، لانه الماء ما كانش، ولكن المياه اللي كانت عندنا راحت للبذور، رحنا للبذور، لانه البذور عندما دخلناها اليوم رانا داخلين في حمله تاع الحرث والبذر بالبذور نتاعنا. كيف تقيم هذه الحاله، هذا التساقط المطاري اليوم فيها؟ ايوه سيدي الفاضل، باش نخرجوا باش نروحوا الرؤيه حقيقيه، خرجنا من موسم يعني جفاف قاهر، يعني كل شيء راه ظاهر، داخلين في موسم واحد اخر. اولا الموسم ندخلوا به بطريقه تفاؤليه، لانه الظن نتاعنا في الله تبارك وتعالى ظانين في رب العالمين وما يخيبناش ان شاء الله. ان شاء الله تبقى لنا اليوم نروحوا للوقائع. الفلاحين قمنا بالحرث نتاعنا لاباس، الناس كلها حرثت، يعني الناس كلها حرثت، ما يبالغكم حتى واحد، العتاد الفلاحين عندهم رانا نبقاو من التساقط المطاري. هل الامطار هذه في الشمال في الجنوب الناس كل يعني قدرت تبدا في العمليه؟ المره الاولى كان تخوف صح، ولكن عندما دخلت الدولة الجزائرية بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، اليوم السادة الفلاحين راهم يدوا في البذور مجاني تعويض من عند يا الحاج. حنا نتكلموا على التساقط، هل تطمن الفلاح اليوم باللي الحمد لله هذا الامطار جابت الفايده؟ يعني ما كاش مبرر يقول لك ما نقدرش نخدم، لا غلط. الجفاف ما زالت المؤشرات تاعو قائمه، لانه الامطار طاحت لنا عندنا ثلاث ايام ولا اربع ايام والحمد رب العالمين، يعني التراب اللي كانت الارض يابسه دخلت شويه امطار عطات امل، اعطات لنا نفس. اليوم هذيك الامطار اللي عطاتها لنا خلتنا رانا نزرعوا، ولكن سيدي الفضل ما نبالغوش، حنايا فلاحين ونعرفوا الحقيقه نتاعنا. اليوم عطات لنا امل، رانا نزرعوا، عندنا البذور، عندنا التربه كانت مهيئه، عندنا العتاد نتاعنا، عندنا الاسمده نتاعنا، الشيء اللي مطلوب منا لاباس. خلينا نفتح معك قوس. نعم. انت من الصباح انت تقول الحمد لله القطاع الفلاحي وانتم قدمتم هذا العمل. نعم. ولكن انا كذلك نسال اسئله المواطن. نعم. لما تمشي للسوق، نعم، تفت الامطار هذيك تاع اليوم الجمعه اللي فارت، يعني نعم، امطار كبيره. أيه. كي تكلم مع اللي يبيع الخضره الخضار يقول لك المشكل انه ما يدخلوش الحقول والفلاحين ما ينتوش المنتوج والامطار كثيره وبالتالي الاسعار ترتفع، كيف ترد؟ هذه هنا انا نقول هذا هو اللي قلت لك، عندما قلت لك باللي لابد من تغيير العقليه. اليوم سيدي الفاضل غير مسموح يقول لك الحقول ما دخلوش، معناتها التجارة الجزائرية ما زلنا في الطريقة الكلاسيكية، وأنا نقول لك هذه النظرية ما كاش منها،
لسبب بسيط. واش هو؟ انا السبب عندما نقول لك باللي اليوم البارح في الليل يامس كانت لاباس طاحت الشتاء وغدوة يقول لي باللي يا سيدي الفاضل الخضروات ما تخرجش ما دخلتش الفلاح ما قلعش. لا يا سيدي، لانه اليوم الفلاح راهو يجوا ليه الناس يشروا الخضره نتاعهم يمشوا بها للمصنع. يعني تهمه استاذ، تهمه تتوجه فيها للتاجر مش الفلاح. ماشي التاجر، لانه التاجر اللي هنا نبيله بعض الناس اللي يصطادوا في الظروف ويعطوا مبررات. وعلاه تبيعوا لهم انتم فلاحين؟ علاه تبيعوا للناس السماسره هذو المضاربين؟ لا 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 لا، انا نقول لك الفلاح واش هو اخي؟ صلي على النبي. شوف لازم منا ما نخرجوش من المحيط العام نتاع نتاع التنظيم. الفلاح يسموه منتج. ايوه انا نوجد لك البطاطا ولا الخضره ولا الدجاج ولا البيض ولا الفاكهه ولا اي منتج ولا العسل ولا اي حاجه، هذا الفلاح يوجدو كإنتاج. النهار اللي نخرج من الحلقة أنا نزيد نروح لك أخطر، الدجاج مولا لونغار مولا الإستيبل هو اللي يوجدو 45 يوم 50 يوم، النهار اللي يروح للمذبح ما هوش تحت مسؤولية الفلاح سيدي الفاضل، البطاطا كي تخرج من الحقل ماهيش تحت المسؤوليه تاع سيدي الفاضل، ولازم نقولوا الحقائق للناس. هاو يقول لك ما يلقى، اسمحني يقول لك ما يقلعش هذا المواد، ما يخرج البطاطا لا يخرج، وبالتالي يطلع الاسعار ما كاش منها. نظريا نقول لك ما كاش منها، ونقدروا نديروا التحقيقات الميدانيه، لانه المنتوج اللي انا ناكلو فيه انا وياك اليوم ما نقلعش البارح. صلي على النبي. نصلوا على النبي. انا ماشي نخلي راهم يديرونا كيما بعض الناس يكون عنده منتوج وهذا كي والفلاحين الإخوة التجار نزهة كي قطاع تجاري نزه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان قائد التجار. أنا نتكلم على بعض الناس اللي يستعملوا ظروف ويدوا درهم الناس من الجيوب نتوعها. يا سي محمد طاحت الشتاء يقول له باللي الفلاحين ما قلعوش، اليوم ما قلعوش، البارح ولا البارح قلعوا، المنتوج تاع البارح ولا البارح اللي كان في المرشي دوكرو وين راح؟ لا ماهوش عندي منتوج انا اليوم شريته البارح ب 2000 فرنك ب 20 دينار، اليوم كي طاحت الشتاء نقول لهم باللي الفلاحين ما قلعوش ونطلعوا 40 50 دينار على اي منطقه انا شريته ب 20 دينار. ولكن السلطات دارت لكم الحل، دارت لكم انتم كفلاحين، قالت لكم من المنتج للمستهلك، علاه تروحوا تخدموا مع الوسطاء؟ لا 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 انتم كان مساهمين كذلك. لا 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 لا، صلي على النبي. حنايا السلطات اعطت لنا تراخيص في حالات استثنائيه. سيد وزير التجاره جزاه الله خير، نهار اللي وصلوا مثلا في سيدنا رمضان في بعض المواسم قال باللي لمساعده المواطنين ومساعده التجار اعطاو لنا مساحات لبعض الفلاحين اللي يقدروا. سيدي الفضل نكونوا ناس موضوعيين، الفلاح كاين اللي ما عندوش الامكانيات باش يخرج المنتوج من الحقل ويرفدوا في الكاميون نتاعو، نتكلم اللغه العاميه، بالشاحنه ويدي زوج خدامه ويبيع، هذه ماهيش خدمته الفلاح في الحقل نتاعو. الا كان اللي عنده شاحنه ولا زوج يهز يمشي للسوق الجمله، اما الانسان اللي يروح للبطحه كيما نقولوا حنا للمساحات في المدن ويبيع مباشره للناس من مهام التجار، هذيك استعملناها حنا، عاوننا الشعب نتاعنا، مشينا في الديسبوزيتيف في الاجراءات اللي خذتهم الحكومه نتاعنا ووزاره التجاره، قال الفلاحين اللي عندهم امكانيات وعندهم خدامه نتاعهم يقدر، اما الفلاح اللي دار لك 50 قطار 20 قطار تاع بطاطا وراه داير لك من هي الحبوب وعنده من هي الطماطم الصناعيه، فهذا الفلاح ما عندوش القدره سيدي الفضل وما يقدرش يخرجها لبرا الا في الحالات الاستثنائيه اللي رانا نروحوا في سيدنا رمضان اللي نعاونوا اخواننا التجار باش نغرقوا السوق بالمنتوجات ونزيد نروح. واش ساعدتوا؟ ما زالت الامور غاليه. اسمح لي اسمحني، واش غل ممكن البطاطا ما عليهاش هذه الامور اللي مات هذو 5000 و6000 ولكن الامور اخرى ما زالت غاليه. مثلا اعطيني سيدي بزاف حوايج. شوف الخضروات سيدي الفاضل اليوم لابد الانسان يقول الا الحقيقه، لانه الكلام اللي رانا نقولوا فيه اليوم عندك انا في القناه مسؤول امام ربي، مسؤولين امام الله تبارك وتعالى. ورانا اليوم غدوه الانسان نخرج بالقشابه نتاعي ونمشي، راني نمشي قدام الناس انا، نهار اللي تقول كلام خاطئ يقول لك يا ودي ياسر الشعب اليوم راه واعي والناس ما راهيش باش نقول، الناس راهي تلحق لك ويقول لك اسي محمد ها هو شفتك الكلام ذاك ما كاش منه، انا اللي نهضر لك الكلام ومسؤول عليه واللي نهضروا اليوم نقابل به الشعب برا. اليوم المنتوجات بعض المنتوجات اللي راهي ربما تطلع وتهبط. صح. ان البارح راني مسؤول امام الله. شو الاسباب تاعتها؟ اسمح لي، علاه تطلع وهبط؟ جاوبني راني جايك، راني جايك على تطلع ازرب عليا. عندها زوج ولا ثلاثه اسباب. ايوه شوف كاين وين بعض المرات وين المنتوج ينقص ويخضع للعرض والطلب ويطلع،
كاين بعض المراحل انت شايفها وانا شايفها. أيوة. بماذا تفسر؟ راني مسؤول امام الله تبارك وتعالى وعندي انسان صاحبي شاه. البارح انا قلت لي ثلاث حالات. اسمع قلت لي ثلاثه الحاله الاولى شحال كاين؟ شحال كاين الحاله؟ قول لي شحال كاين. ثلاثه. نسمح من بعد الفاصل. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نستكمل فقرة النقاش بخصوص الفلاحة بعد الفاصل. نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال فقرة النقاش والتي خصصناها اليوم لقطاع الفلاحة. هذه التغييرات الهيكلية هل ستسهم في رفع الناتج المحلي وكذلك مرافقة الاقتصاد الوطني؟ لأن المعول عليه أساسا في الفترة الأخيرة والتطلعات هو قطاع الفلاحة، كما كان يتحدث ضيفي في البلاطو أنه لما يمشي قطاع الفلاحة كل القطاعات تسير في هذا الركب، لأنه قطاع واعد وكذلك له سوق واعد. نتحدث عن 45 مليون مواطن يستهلك هذه المواد، ناهيك على ربما فيه تصدير، لأنه تصدير منتجات الفلاحة الجزائر تلقى رواج سواء في السوق الإفريقية أو كذلك الأوروبية. كنت أتساءل مع ضيفي حول هذه المقومات، لماذا هذه المدينة أو هذه الدولة القارة الشاسعة ولكن ربما نجد هناك تفاوت، حتى لا نهون ولا نهول في الوضع حقيقة فيه بعض المواد الغذائية الفلاحية في المتناول تاع المواطن. تكلموا على الطماطم رغم أنها ليس في وقتها ربما الطماطم في شهر أوت أو جوان أو جويلية، ولكن نحن نقارب شهر جانفي، نحن في منتصف شهر ديسمبر أو بدايته، ولكن أسعار تاع الطماطم مثلا نلقاها منخفضة، ولكن بالمقابل نشوف اللحوم البيضاء الدجاج في الارتفاع في الانخفاض، رغم أن الدولة تبذل جهود كبرى لمرافقة الفلاح سواء في الصوص يعني حددت له دعم معين كذلك في الأعلاف، إلا أن الأسعار متذبذبة. سنناقش هذه القضية وجزئيات أخرى مع ضيفي في البلاطو الأستاذ الحاج علالي وهو رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة. أهلا بك من جديد سيد كريم. استاذ كنت تتكلم لي على ثلاث نقاط العوامل، ولكن انا قبل ما تجاوبني على الثلاثه جاني هذا السؤال باش ما يروحش من بالي. يعني يا استاذ لما نمشي ماشي هنا في العاصمه ولا نروح لبلادي في سكيكده ولا في قسنطينه نلقى تفاوت. نعطيك هذه المقاربه، واحد مداير بطاطا ولا طماطم يبيعها ب 4500 تمشي 5 كيلو تلقاه يبيعها ب 7000 و8000. صح. اقرا لي هذه القضيه دي. لماذا هذه القراءه؟ انا نعطيها لك بكل بساطه. روح. انا البارح بكل أمانة كان عندي إنسان زميل راكب في السيارة. أيوة. نعطيك الموقع ما بين خميس مليانة. أيوة. ما بين بير ولد خليفة رحت للحقل التاعي الجرار، أنا راح نزرع البذور نصيب الطماطم ب 4500 أحسن النوعية ودايرينها في الصاشيات ويبيعوا فيها. أيوة. ونصيب البطاطا ريتيت وقلت له شعار راه يدير البطاطا جديدة، قال خويا جديدة بها بالطراب تاعها 6500. صح. نروح ندخل لخميس مليانه ولا ندخل لعين دفله جاوني مواطنين قال لك شرينا البطاطا ب 9000 سيدي الفاضل، شرينا البطاطا ب 8500 سيدي الفاضل. انا اليوم نطرح سؤال. ما تطرحش انت تجاوب. انا نجاوب. البطاطا جايه من مصدر واحد. لماذا واحد يبيع فيها 6500 جديده وواحد يبيع فيها 9000؟ انا رحت لبعض الاخوه عندهم المحلات قلت لهم اتقوا الله يا سي محمد، ها وراني صبتها برا يبيعوا فيها بالسياره وانت راهي كاينه 2500 بينك وبينه، واش يقول لك المبرر سيدي؟ قال لك انا عندي الحانوت كاريه، انا عندي الكازم سمسوري روحي، انا عندي الضرائب، انا عندي خدام والحق تاعي. يطلع لك واحد لي شارج كيما نقولوا احنا بعض المصاريف. وقلت له رغم هذه المصاريف انا معاك مول الحانوت اللي عنده سجل تجاري واو 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 وا وا ما يكونش كيما اللي يبيع برا يدي 100 دور ولا 1000 فرق يروح لداره، ولكن تزيد 5 دينار زيد 7 دينار، ولكن باش نروح ل 2500 سيدي الفاضل لا ديفيرونس. لا انا نروح لك اللي نروح التمر نروح لواحد نوعيه لاباس نشريها ب 65000 ونروح لواحد في مام با 20 كيلومتر مام با 5 كيلومتر يقول لك 85000. وكيف نحل المشكله هذا؟ المفارقه سيدي الفاضل انه لابد من رقابه على المنتوجات، مستحيل نبقاو منتوج المنبع تاعو يخرج من. صح استاذ الحاج هكذا تتناقض انت. فاه في ماشي. نقول لك معليش قول لي منذ قليل قلت لي العرض والطالب. علاه تراقبوا انت عرض والطالب؟ معليش معليش اذا نتكلموا النظريه تاعك العرض والطالب. يا اخي لماذا تطرح لي السؤال لهذا يبيع 65 دينار 65 دينار وهذا يبيع فيها 90 دينار؟ لانه هذا سؤال مستهلك. هذا سؤال المستهلك يا اخي. اليوم كل واحد يلعب الدور تاعو. مالا انني نقول لك باللي كقطاع انتاج
وراني مسؤول على الكلام تاعي ونخافوا الا ربي ونحشموا من الناس اللي كانوا يقولوا ما نقولهمش الحقيقه. اليوم انت كنت تتكلم على البطاطا، اليوم راهي في متناول الجميع، راه كاين اكثر من 100,000 طن مليون قنطار راهي مخزنه، الدوله خذت الاحتياطات نتاعها والدوله ماشي راكده سيدي. احنا خفنا الى الموسم اللي رانا راح نقلعوها اخر موسم يجينا كاش اضطرابات نتيجه التحولات المناخيه، دسينا اكثر من 1,000,000 قنطار راهي في المخازن تاع الدوله. اليوم جانا الخير رغم الصعوبه تاع الماء، عين دفرا راح تدخل مستغالم، راهي تدخل الشلف، تدخل البويره، اخواننا في سكيكدا عند بني عمك، هنا في بومرداس، عندنا في غيليزان، في شلف، في بلعباس، في تيارت، وعندنا اخواننا في واد مره في الغوط، رانا نقلعوا في البطاطا الجديدة راهي تدخل. في ذا النهارات كاين زوج منتوجات، المنتوج الجديد والمواطن من حقه يتقلش كيسيب الجديد، والمنتوج القديم الدولة تخرج باش تضبط السوق، تضبط السوق تخرج في المخزون، وفي نفس الوقت الفلاحين راهم يقلعوا، التجار راهم يشتروا عليهم، السوق راهم يدخلوا له زوج مواد، مادة جديدة بالتراب نتاعها ومادة قديمة اللي راهي عندها شهرين وشهرين ونص تاع المخزون. إذن المواطن عنده كل الحرية، بصح الشيء اللي ما راناش فاهمينه وحنا الضحية نتاعو، حنا الفلاحين، لأنه احنا مش ضحية، احنا مستهلكين مش ضحية. أنا جايك تشكي، احنا مش كيف، أنا جايك ومن حقك تشكي، العب الدور تاع المواطن، تاع المواطن ومن حقك. اليوم الضربات، كل الضربات، أي إفلاس، أي حاجة نتاع التغيرات المناخية، نطرح لك سؤال سيدي ونكونوا منصفين. الفلاح عنده بير كاريه هنا ب50 مليون، وراه يسقي في 20 قطار تاع بطاطا، يسقي حتى صبح ذاك البير ما كاش الماء هبطت، ال50 قطار ذيك يسمح فيها، راح كرا بير واحد آخر، صوندا واحدة أخرى، بربعة ولا 5 كيلومتر، وكراها بثان 30 ولا 40 مليون زيادة، وزاد شرا زوج كيلومتر تاع تياوات باهي ينقل المنتوج تاع 20 قطار ولا 30 قطار. كيفاش راك راح تحسب له لو بري دو ريفيان تاعو هذاك الفلاح مسكين؟ كيف راك راح تحسب؟ رايح كاين داير حسابه على ميزانيه معينه يصبح يزيد في 100-200 مليون باش يصبح الفلاح ثم يقول نتبع خسارتي ما نتبعش الربح تاعي. رغم الشيء هذا سيدي الفاضل، اليوم نفتخر كقطاع انه في ظل هذا الشيء اللي راه عاطيهنا الله تبارك وتعالى تاع الجفاف، البطاطا كاينه، ورحت لي البصل راهو كاين، والثوم راهو كاين، هذو منتوجات استراتيجيه اللي تكلم عليهم السيد رئيس الجمهوريه لتشفى، دار لهم شركه خاصه يسموها الساربا، شركه ضبط المنتوجات الفلاحيه، وهذا المنتوج اللي انا نقول لك عليه، البصل 681 الف طن راهي مخزنه. معليش نحكم لسانك، معليش. انت قلت كان الامور متوجده له. هل تضمن انه بعد شهور البطاطا تتواجد، الطماطم متواجده، والبصل كاين وما يطلعش فوق ال 5000؟ لا لا ما تروحش الطماطم. ها وكيفاش هارجع؟ ها قلت لي درك، ها قلت لي درك باللي طرحت لي سؤال. البطاطا نضمن لك، البصل نضمن لك، الطماطم لا يا سيدي، اعلى موسميه، وانت كنت تقولها بلسانك درك، رانا ناكلوا في منتوج غير موسمي، صح، يخضع الى البيوت البلاستيكيه، الى تكاليف كبرى، الى تكاليف اخرى، اذا ما نغلطوش الناس. انا قلت لك باللي الفلفله والطوماطيش والخيار والكورجات اللي يندالوا في البيوت المحميه رانا ناكلهم خارج الموسم، عندهم البري تاعهم يكون غالي على الموسم. أيوة. ولكن رغم الشيء هذا راني مسؤول امام الله تبارك وتعالى. البارح 4500 طماطم في منطقه ما بين بير ولد خليفه وما بين الخميس. انا في الخميس كي كنت جاي البارح هنا للعاصمه، البطاطا كاين ثلاث انواع، كاين الحمراء وكاين البيضاء وكاين تاع الستوك وكاين اللي جات من الحقل، كاين 6500، كاين 5500، وكل امانه غدوه قدام ربي نتحاسب عليها ب 50 دينار في الفيلي. والناس حرية تاعها واش تشري. اذا ما نقارنوش ما بين لي برودوي استراتيجيك ستوكاب، المنتوجات القابله للتخزين اللي نتحكموا فيها. اليوم راني نقول لك باللي عندي مليون قنط، اكثر من 1,000,000 قنطار راهي في المخازن، شريتها الدوله الجزائريه من عند الفلاحين ب 4500، وراهي مخزنتهم عند الشركه الضابطه فريغو ميديت، وراهي تخرج غير تشوف السوق رايح يطلع تخرج. ولكن ربي يرحمنا عندنا المنتوج الجديد. ونزيد نقول لك حاجه واحده اخرى، في ذا النهارات واش رانا راح نديروا؟ باتصال مع وزاره الفلاحه، اللي بالمناسبه نرحبوا بالضيف نتاعنا الجديد السيد وزير الفلاحه الجديد، المخزون اللي المنتوج الجديد اللي راه يقلع لازم كيما رانا نخرجوا ذاك الريجيلو في السوق، المنتوج الجديد نزيدوا ندخلوا باش رانا رايحين ل 2024 سيدي الفاضل، ورانا رايحين لازم نخزنوا منتوج من جونفي غير للمواد جوان، لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي اللي نراقبوا به السوق
البطاطا والبصل والثوم. ما تنسينيش الحاج لأن تكلمت لي ثلاثة قلت لي العوامل هرجع لي درك العوامل. لا العوامل، العامل الأول سيد الفاضل قلنا كاين المفارقات تاع السوق. أيوة. قلت لك العامل الأول هو نتاع العرض والطلب صح. العامل الثاني وهو في جشع، أنا ما عنديش تفسير منطقة في الدخلة تاع 5 مليون ولا الدخلة تاعين دفلة نصيب واحد يبيع فيها 5500 في الحسينية بالنوعية، واللي يحب يروح يصور يروح يصور ونلحق ل 5 مليون نصيبها 7500 ألور كو المنتوج يجي من منطقة واحدة. هذا العامل الثاني وهو جشع. العامل الثالث سيدي الفاضل وهو بعض المناطق بعض الأحياء الراقية اللي راهم فيها بعض الناس يشري البطاطا بلا بالكاج ولا بالزوج كيلو ويبيع فيها بالكيلو للناس هذوك وتصيب واحد الأسعار رهيبة. معنتها كاين أنا جوليا بعض الإخوة اللي يسكنوا في أحياء راقية عندهم بعض التجار اللي خاصين بهم يعني دايرين يطلعوا السومة يعني. أخي ماشي سومة، أنا ما نقدرش نشري عليهم، أنا باش نصيب البطاطا 4500 ولا 6000 ونصيبها في حي من بالك ما عندهمش الأحياء الباريسية، هذيك الأسواق الباريسية موجودة في كل الدول هذه ممكن تشجع تاني لو كان مثلا الحي نديروا سيدي عبد الله ولا في عين المنجلي. نعم. في قسنطينة في المدن الجديدة هذه. نعم. نديروا لي كارتي هذا سبيسيال. أنا نقول لك تفضل كاين فئة وأنا وليد الشعب وأنا وليد الأحياء الشعبية يا سيدي، هذو أصحاب الكاميونات أنا نروح لسيدي عبد الله عندي عائلات وزملاء نروح لهم في النهار حتى للسبعة حتى للعيشة كاين ذوك لي كاميونات رحمة للمواطنين، بصح من بعد كاين الناس موظفين كيما انت في إدارة يخرج على الثمانية مسكين للإدارة كي يلحق يشري البطاطا بال من الحانوت والله غير يشريها، وهذا الناس عندهم دي كليون كيما يقولوا مشتريين سبيسيال. واني نقول لك السيد اللي يلحق على التسعة ورايح لداره ويخرج من الخدمة نتاعو والمسافر اللي يجي والله غير يشروها ب 9000 ويشرو الفاكهة غالية ويشرو في الخضروات غالية. هذو اللي يطلعوا السومة يعني؟ لأنه علاه البديل يروح هذوك صحاب الكاميونات على قلت لك صلاة المغرب ولا صلاة العشاء يروحوا روح اللي لليوم إلا نتكلموا نكونوا واقعيين، الكاميونات هذوك الشاحنات اللي يجوا قدام المساجد يجوا في المساحات الكبرى، روح شوف الأسعار نتاعهم وروح شوف الأسعار تاع الأحياء الراقية إلا ما تسيبهاش قريب الدوبل. اذا الحل الاول والحل واش نديروا؟ الحل هو يا سيدي تنظيم القطاع التجاري صحيت للتجاره والفلاحه ثاني مش معليش خويا احنا اليوم رانا نقولوا ونعاودوا احنا شوف رانا في واحد الوضعيه ربي هو اللي معنا ونشكو للدول اسمح لي مليح شوف الفلاح كيف يكون النهار اللي يكون انتاج فائض واحد الوقت نسموها رحمه ربي والافلاس يتحملوا الفلاح، النهار اللي يبدا الغلاء أسهم الاتجاه تتهم إلينا على أساس أننا ما نش نخدمه ولا رانا نبيعه في الجشع. يا سيد الفضل أنا ماذا بيا؟ أنا نحب حاجة واحدة، نحب التنظيم، نحب حاجة واحدة، هذا الفلاح أي منتوج لا راه في المقدور تاعنا نديروا له لو بري دروبيا يعني التكلفة تاعو شحال راهي تخرج ونعطوا له هامش من الربح بيعيش ولادو كي هو كي الناس ونبقاو نخدمه. أما اليوم الظروف اللي نروحوا لها في البداية احنا الظروف والخطورة يدوها الفلاحين الغبينه يدوها الفلاحين ولكن ها. نهار اللي نخرج انا نبيع الناس مورايا كي نبيع له لا حاسب ولا رقيب وربما التهمه ما نفتح معك ملف الاستثمار الفلاحي في الجنوب واليوم عندنا ملتقى تاع اضرار اليوم يعقد في هذه الاثناء لما واحد يحب يروج السلعه نتاعو سواء في البطاطا ولا كذا يقول لك هذه سوفيه بطاطا تاع والسوف باش يخليو اخوتنا نحيوه من هذا المنبر باش يجلب الناس وعليه أستاذ ما نركزوش على الاستثمار في الجنوب اللي قاعد يمد لنا هذا الخير ونوليو حنا ندعموا في الناس اللي طلعوا نفس السومة نخدموا الاستثمار في الجنوب في الفلاحة ونديروا روحنا ما رأيك؟ بارك الله فيك. شوف أولا اللقاء اللي اليوم السيد راه توجه ليه السيد وزير الفلاحة ربما إلا ما نغلطش معاه حوالي 3 أو 4 وفد وزاري الاستثمار الفلاحي في الجنوب. أيوة. اختاروا القطب اليوم نتاع أضرار وربما من القطب نتاع أضرار يجي النهار اللي راهم رايحين يولوا له القطب نتاع الأضرار تمثل الجنوب الغربي، ربما يجي اليوم اللي السيد وزير الفلاحة والحكومة تتجه إلى القطب الشرقي. كاين عندنا الثلث التحليل اللي دارته الحكومة الجزائرية وهو ما تطولش عليا أستاذ أنا حوس عليه هل الاستثمار الحقيقي في الجنوب ونخلي أرواحنا في الشمال نخطيو الشمال هذا؟ الاستثمار في الجنوب فرضاته الوضع الحالي. المناطق الداخلية الشمالية أكلاتها أولا ننقص فيها الماء المساحات الصغرى
أقوى فيها الكثافة السكانية يعني للنمو الديمغرافي قاع جينا هنا للشمال. ثلاثة نقص الماء، نقص المنسوب تاع السدود وقلة الأمطار، وكل المساحات الكبرى راهي أشجار مثمرة، راك ولد البلاد وتعرفها. اليوم الدولة الرؤية تاعها استراتيجية تاعها راحت للمساحات الشاسعة وفيها الماء وفيها الشمس. واش يخص الفلاحين في الجنوب؟ هاني جايك في التكلفة، فيها الأموال. واش يطلبوا يعني؟ اسمح لي ضروك. اليوم الدولة الجزائرية عن طريق وزارة الفلاحة راهي حلت منصات وأسست ديوان وطني. السيد رئيس الجمهورية اللي تشفى عنده عامين خلق ديوان وطني للاستثمار الفلاحي يسموه لوداس، راهو المقر تاعو جاي في المنيعة. هذو راهم يسيروا ذا المحيطات، اليوم راهم على جال هذا الأساس. هذا المحيطات ما هو الإنتاج المفروض عليهم المطلوب؟ كي تروح تحط فيهم المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، الحبوب، الشعير، الذرة، البيطرة السكرية اللي كيسموها الشامندر السكري، الكولزا، الذرة والبطاطا والثوم. لماذا تكلمت لك على هذه المنتوجات؟ هذه المنتوجات لو كان نتكلموا عليهم نشوفوا هما اللي يطلبهم الشعب الجزائري على مدار السنة، وهما اللي رام يكلفوا الدولة الجزائرية الملايير بالعملة الصعبة. إذن اليوم عندما نروح لك للحبوب، اليوم انتقلنا في ظل التحولات المناخية سيدي الفاضل زراعة الحبوب المسقية إلى نتكلوا على الأحوال المطرية. هاو العام اللي فات زرعنا أكثر من 2 ملايين هكتار ولكن ما حصدناش. إخواننا في اليوم السنة هذا العام شكل من هو الذي أنقذ البذور؟ إخواننا في الجنوب، المنيعة، غردايا، ورقلة، توقرت، الصحراء تاع خنشلة، هما اللي جابوا لنا البذور اللي رانا اليوم رايحين نحصدوه. إذا اليوم رانا رايحين نتكلوا التحول الجذري في المهنية الطريقة الاقتصادية في القطاع الفلاحي وهو الزراعات المسقية. أستاذ بقاو معي زوج دقائق أو ثلاثة أو أقل حسب يشير المخرج، ونفتح معك ملف مهم. أنا يعني تقريبا من اللي بديت نعمل معك في قناة البلاد، أنا عندي 6 سنوات في قناة البلاد، استضفتك عدد كبير من يعني من ساعات، وهذا هدفنا وهذا هو دورنا، ولكن لم تفشي أو لم تعطيني جواب كافي وشافي في ملف تاع الدجاج. نعطيك السبب. لا ما في وقت من الأوقف تبعت ب 60,000 باش ما نكذبوش، 600 دينار. أنا شخصيا سريته 600 ما ندرقوش، ولكن بدا يهبط راهو حاليا وفي 47 46. نعم فهمني علاه في 15 يوم في سمانة يطلع ويهبط. نقول لك علاه. شوف أنا نتكلم لك من الرؤية مهنية، وأنا جيت عندك هنا يا أنت يا سي سلطاني حجي ولا سلطاني، قلت لابد من إعادة النظر في هذه الشعبة سيد الفاضل. واحدة اثنين أنا تكلمت لك ودرك نروح لك للحقيقة لك تحوش، ورحت لك حاجة واحدة أخرى مرة رحت. أنا دائما نتركز على السيد رئيس الجمهورية واش يقول في الممثلين تاع الفلاحين. اليوم يا سيدي التنظيم تاع الفلاحين، لا ما راح لي التنظيم، لا 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 ما راح لي القضية الحاج، ما تروح ليش التنظيم، قضية جاوبني لما واش دخل التنظيم، جاوبني امرأة التنظيم. اليوم لابد من إعادة النظر في الشعبة، هذه الشعبة واش راه صاري فيها. أيوة. عندما تكلمت الساعة انت قلت الصوص ب 120 الفلوس 12,000 الفلوس نتاكسي ب 12,000. أيوة. انا عندي ممثل للمجلس المهني وراه مازال حي، قال لي نروح، قلت له راكم تشروه ب 12,000، قال لي نشريه ب 19,000. منين يشريه ب 19؟ يشريه على الناس هذوك اللي يبيعوه. وعلاه يشريه عليه؟ كاين ديوان، يا وكاين ديوان يبيعوا، علاه يشريه؟ صلي ما كاش ديوان، خليني نهضر معك، صلي على النبي. صلاة السلام. لا هنا شوف ربما سيدي الفاضل، أنت ما فهمتنيش واش بغيت نقول لك. إعادة النظر في الشعبة، إعادة النظر في الشعبة، الحكومة تتحاور مع المهنيين. مع اللي يديروا الدجاج الأبيض، مع والبيض ماهوش يدير الحق 70 في البلاطو 2500 الحبه، جامي الحق 700 ما العام 2500 الحبه. صلي على النبي. نروح نتكلم مع المول البيض عنده ظروف تاع الانتاج مره، نروح نتكلم مع الاخوه. نعطي لك الظروف اللي يخدموا فيها اصحاب الدجاج سيدي الفاضل. راني نهضر معك اليوم انايا كمهني. اليوم الفلاحين اللي يديروا الدجاج، اعاده النظر في المنظومه تاع تربيه الدواجن، وراني عارف اش راني نقول. كاين ناس نهار اللي يتكلموا ناس ما عندهمش الاهليه وما همش مربيين باسم الفلاحين مع السلطات العموميه، القرارات تكون غلط. واليوم راني نقول نتعلم نعتمد على القرار على التوصيات تاع السيد رئيس الجمهوريه، الممثلين تاع الفلاحين يكونوا منتجين. مستحيل اللي راه ريتريتي يهضر على الفلاحين.
مستحيل هذه، ومستحيل اللي يجي واحد يهضر على الصحفيين والخلصه تاعو ماشي مع الصحفيين. الصحفي يبكي عليه الصحفي كيما انت، الفلاح نتاع الدجاج يبكي اللي يعطي الحقيقه للدوله هو المربي تاع الدجاج تاع الحبوب تاع البطاط. اذا اليوم سيدي الفاضل هذا الناس في الميدان راهم يشروا. انا قالها لي مسؤول تاع المجلس المهني، قال قلت له راهم يقولوا الماكله يعطوها لكم قل صح الفلوس قل. قال لي سيدي الفاضل الى نروحوا للدواوين تاع الدوله وي صح، ولكن الضخم تاع كي نروحوا نعمروا كاع لونابا ما تكفيش كاع الجزائريين. كاين متعاملين الخواص، كاين الناس راهم يبيعوا برا. هل هذا الاسعار وانا اليوم راني نتكلم الحاج سبحان الله ما بعدوش بزاف ما بعدوش نبقاو في غير في المحور هذا. احنا باش تطيب البولاي باش تطيب لازم 45 يوم تعرف خلينا علاش نديروها 50 هاي 50 يوم. لو كان هذا الدجاج يتباع في 50 يوم ب 50000 ولا ب 60000 مقبول، ولكن في 15 يوم الدجاج مازال ما طابش ويتباع ب 40000 ومره يطلع ب 60000 علاه؟ اسمح لي انا نقول لك كيفاش راهو يطلع وكيفاش راهو يهبط. يطلع في 15 يوم اسمح لي الدجاج ما يتشطوكاش. شوف الدجاج واش راه لا خاطر ليا ما يتشطوكاش. لو كان راه قوي وفائض ننجم نقولوا ندخلوه الفريقوات يا راجل راه مطلوب في السوق، معناتها من الكوري من لانكار يمشي للباتوار ويمشي للذبيحه. انا نعطيك حاجه واحده ديرها في بالك مليح، ما بين نقول لك السلسله كيف تكون المربي كيخرجوا بسعر يخرجوا ب 30000 مثلا، اللي يشري عليه بالسياره يدي 2000 فرق اك معايا عام 32 ما او 32 هاني نكمل معك. اللي يديه للباتوار يدي 10000 مول الباتوار علاه يدي 10000؟ هاني نهضر معاك خويا اهضر طرحنا هذا السؤال علاه 10000 مول الباتوار. ديروا تحقيق معاهم يقول يعطيها لك يروح لي الشريش يروح لي الدم يروح لي لو بوا يقول لك انا زوج دجاجات. هذاك اللي يقول لك زوج دجاجات ولا اربعه ولا خمسه يموتوني مع الطريق يروحوا من عندي يدي 10000 هاني نقول لك تولي 42000 ايوا. ومن بعد هذاك مول الباتوار يروح يسربيه للي دي طايون للجزاري للبواشه ايوا. هذاك مول البوشي يقول لك انا ندي 3000 مثلا نورمال هنا يصبح. اسمع انا مازال ما قنعش الحاج مازال ما قنعتنيش علاه كي قلت لي هذا تاع الباتوار يدي 10000 ها اسمحني وعلاه مره يوصل ل 50000 وهو يدي 10000 نفسها ومره يوصل 50000 يبيعوا بالريش ولا بلا ريش ولا ما ريشوش واش يصرى انا نقول لك نهار اللي يهبط لانه نهار اللي يهبط مثلا المربي باع ولا المربي باعوا ب 22000 كان الدجاج قوي المربي باعوا ب 22 باعوا ب 20000 يجي اللي يشري عليه يدي 2000 لانه القضيه كاع مربط الفرس ورا في اللي ينتج راه عند الكوري الا كان قوي راهو كي يبدا يخرج فيه يبدا يسوى ب 24000 ولا ب 25000 عند الكوري مثلا راهو 27000 هذاك اللي يديه في النقل الاخر ب 35 نصبحوا نبيعوا فيه نشروا فيه ب 46 47 ولا كان اللي راه قليل وما كانش والتكلفه تاعو قاويه وطلعت وهذاك اللي راه يخرج فيه. استاذ كيف حرنا احنا باش نوجدوا الدجاج يعني انا في 23 24 حارت لنا كيف نخرجوا دجاج مقبول؟ ما حارت لنا ما كيف ما حارت كي نشريها ب 60 تقول لي ما حارت ليش؟ اسمح لي اسمح لي اليوم العيب راك عارف وين راه رايح وين العيب راه رايح كي طلع 60000 رانا عرفنا ضر يعني رانا مشكل رانا عرفنا المشكل بارك الله فيك رانا الضر والمشكل والخلل وين راه العيب علينا درك في النهارات الا ما تاركناش الوضع ودرسنا هذوك الامور حتى التحليل تاعي انايا الا ما راهوش مليح نورمالمون يكون نقاش ما بين المهنيين الحقيقيين والسلطه العموميه ونجبدوا المرض العيب علينا الا بقينا في هذه العمليه ان شاء الله ما نبقاوش. شكرا لك الحاج علالي وانت رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه الدفله على هذه التوضيحات والتفسيرات. نتمنى لقاك فرصه قادمه وانت كذلك وعوده ميمونه للاهل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. اذن مشاهدينا الكرام بهذا ناتي الى نهايه فقره النقاش، لكن غرفه الاخبار متواصله ابقوا معنا.